فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما طلق زوجته فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لوالد عمر راجعها حينما طلقها وهي حائض، قال راجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها، فكيف يكون الطلاق السني؟ هل بعد الطلاق السني هل يكون بعد حيضة أو حيضتين بناء على هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل على أنه إذا طلقها في الحيض فإنه يشدد عليه ويقال لا تطلق في الطهر الذي يعني الحيضة التي طلقت فيها حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، لأن في بعض ألفاظ الحديث مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ولا فيه التكرار، لكن إذا رأى المفتي أو القاضي أن يشدد على هذا المطلق ويمنعه ويحبسه حتى تطهر من الحيضة الثانية فهو خير، وإلا فلو طلق بعد الطهر من الحيضة التي وقع فيها الطلاق فالطلاق ماضٍ.